بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في قناة الصحة وجمال الفضائية. سعدنا ان نقدم حلقة جديدة من برنامج اباء وابناء. موضوع حلقتنا اليوم الفوائد النفسية لالعاب الاطفال. كل عام وانتم بخير. بمناسبة انتهاء العام الدراسي لابنائنا الاطفال الصغيرين ابتدائي واعدادي ونقل ثانوي ان شاء الله، ونتمنى لابنائنا الطلبه اللي هم طلبه الثانويه العامه اللي بيمتحنوا الان دلوقتي بالتوفيق والسداد والنجاح ان شاء الله. بدايه، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم امين. انا طبعا في عجاله كده، في دقائق معدوده هكلم اولادنا الاحباء الاعزاء اللي هم بيمتحنوا حاليا دلوقتي في الثانويه العامه. قبل ما اتكلم عن الثانويه العامه، عايز اقول لحضراتكم عاوزين اتصالاتكم مبكر علشان نقدر نجاوب عليه، لان بعد ما انتهى البرنامج الاسبوع اللي فات وجدت ناس كتير جدا في الويتنج او في الانتظار بعد انتهاء الحلقه. لا، اللي عاوز يتصل لحضراتي يتصل مبكر علشان نقدر نرد على الاسئله بتاعتكم، وفي نفس الوقت برضو من خلال البرنامج اللي احنا بنذيعه اللي هو برنامج اباء وابناء، الاتصال هيكون على 1764 موبايل. بالنسبه للاس ام اس 94174، تاني الاتصال التليفوني هيكون عن طريق 1764 او 09712 او 09305. بانتظار اتصالاتكم ان شاء الله، وربنا يوفقنا ونجاوب على كل الاسئله اللي بدور في ذهنكم لصالحكم وصالح ابنائكم ان شاء الله. هنتكلم بدايه على امتحان الثانويه العامه، وان بعض ابنائنا حاليا دلوقتي في امتحانات، وربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله. وانا عاوز الاسره تتفائل دايما كده، وما تبقاش عندها نوع من القلق والتوتر، علشان القلق اللي عند حضرتك او عند حضرتك انت بتنقله لطفلك او ابنك او بنتك لما يروح يمتحن. لا، انا عاوز الام تتسم بالهدوء والراحه والسكينه، والاب يتسم بالهدوء والراحه والسكينه، وابنك او بنتك اللي يمتحن ثانويه عامه دي سنه زي اي سنه من السنين، زي اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثانيه اعدادي وثالثه اعدادي. يعني الولد او البنت مر بمراحل دراسيه الحمد لله متعدده، وكان فائق بدراسته وكان متميز وكان بيجيب درجات كويسه. لان القلق بتاع حضرتك في البيت وحرصك ان الولد يجيب درجات بشكل معين، والام تيجي بتقول له هات درجات بشكل معين، وخلي بالك ابن فلان وابن علان وابن تلتان، بلاش الكلام ده يا حضرات، ارجوكم رجاء خاص بلاش يحبط اولادنا من دلوقتي. الولد طالع ورايح اللجنه بتاعته متفائل ويذاكر وادائه كويس، انت كده بتشتت افكاره، بتخلي انتباهه مشتت والتركيز بتاعه بيقل. ليه؟ قاعد يفكر في كلام حضرتك، قاعد يفكر في كلام بابا اللي عاوز ابني يبقى دكتور او مهندس او محامي طبقا لمهنته. لا، سيب ابنك هو عامل اللي عليه والباقي على الله، لكن انت بتقول له بقى لازم تجيب كذا، وخلي بالك بنت فلان او ابن فلان جيراننا وابن خالك وابن عمك، دخلت الولد في دائره القلق. والقلق لو عاش مع الولد ايام امتحانات هيدمره. لكن انا عايز اقول برضو القلق بعض الاحيان بيكون ايجابي، لان الولد بعض الاحيان لما بيكون قلقان وحرصه على الماده اللي بيديله حرص مذاكره كويسه عشان يجيب درجات. لكن القلق، انا بتكلم على القلق النفسي اللي عند الام وعند الاب في البيت، واقفين بالمرصاد الولد وقاعدين عاملين بقى حرس ديدبان عليه، ينام امتى ويصحى امتى لا، وياكل ازاي ويعيش ازاي، وعاملين ثانويه عامه دي كانها شيء ما حصلش قبل كده. لا، الثانويه العامه كلنا عشناها، وانت ايتها الام وايها الاب، انت ما كنت في يوم من الايام عندك ثانويه عامه وكان عندك ثانويه عامه، حتى الفترة اللي مضت بتاعتنا غير أولادنا دلوقتي. يعني أي نعم العلوم تطورت وتقدمت، في تكنولوجيا عصرية وفي حاجات كتير جدا، يعني في وسائل بتساعد أولادنا على الإنجاز كويس قوي. لكن إحنا لا نطفئ الولد أو البنت اللي عنده امتحان دلوقتي، ونحاول نخليه دايما قلقان ومتوتر، أوعى كذا أوعى كذا حرص كذا، والولد يقعد طول الليل يسهر ويذاكر تاني لحد الصبح. لا. وبالمناسبة، علشان ابنك يحصل تحصيل دراسي طيب، بنتك تحصل تحصيل دراسي طيب، تنام بدري. العقل السليم في الجسم السليم. الولد او البنت لو ذاكر لحد الصباح انهك تماما، عنده انهاك بدني، وطالما عنده انهاك بدني خلاص عقله مش موجود. لان ايه الوجهه التشريحيه للعقل؟ المخ. المخ مجهد، وبعدين الولد نام واحتمال ما اكلش كويس. لا، ده كمان نصيحه لكل الاباء والامهات، ما تخليش ابنك او بنتك يروح اللجنه من غير اكل، علشان الولد عاوزينه يبقى عنده ذاكره تبقى قويه، وعنده يبقى تركيز عالي، تحصيل طيب. بيجي منين؟ لازم يكون عنده مدى دائم من الدم في الذاكره بتاعته. الدم ده بيجي منين يا حضرات؟ من التغذيه الجيده اللي فيها اكل متوازن، فيها نشويات وبروتينات وخضروات كل حاجه،
اكل ابني الصبح قبل ما يروح اللجنه علشان يبقى عنده وقود في جسمه، عنده دم بيشغل الجهاز العصبي بتاعه، الحواس بتاعته نشطه، عينه بتشوف كويس ودانه بتسمع كويس وعنده تآزر، يعني خلاص في اشاره من المخ الايد بتكتب كويس خلاص. لكن الولد لو عنده وهن وعنده ضعف بدني وعنده انيميا، او البنت عندها انيميا، بتروح اللجنه خلاص دايخه مش قادره، عينيها بتزغلل ودانها بتصفر، لسانها تقيل، عندها مش قادره حتى تكتب ايه بالكتاب بالقلم، والولد مش قادر يمسك القلم. طب ليه؟ لا انا بقول نصيحه لكل الاباء والامهات، ابنك قبل ما يروح اللجنه الصبح يفطر. الحاجه الاهم من كده كمان، ما توديش ابنك بدري قوي عشان ما يقعدش مع شله او اصحاب ياثروا على ايه، على ادائه، يعني هيشوشوا افكاره. الولد ذاكر بطريقه معينه وزميله ذاكر بطريقه معينه، كل واحد بيذاكر بطريقته، نيجي ساعه الامتحان قبل اللجنه هنشتت افكار بعض. لا انا خلي ابني يخرج من البيت على اللجنه مباشره، بنتي تخرج من البيت على اللجنه مباشره، ما تسالش زميلك الصبح، اوعى، حذاري ابن العزيز ابنتي العزيزه، بلاش تسال زميلتك الصبح او بلاش تسال زميلك الصبح، لكن انت لو سالته هتشتت افكارك، انت بذاكر كويس بسم الله ما شاء الله، وهو ذاكر كويس، خلي كل واحد بطريقته، لكن انت هتذاكر بتسال سؤال وبعدين تلاقي عندك اخفاق في حاجه او هو يلاقي عنده اخفاق، يبقى دي مشكله. ده اللي انا بتكلم عنه. ايه هو؟ ان انا اخلي بالي ان ابني ينام كويس ويصحى الصبح بدري، وبعدين طبعا ليله امتحان مش محتاج ان اراجع الماده العلميه كلها، ما ينفعش، صعب عليا كتاب قد كده، كتاب ميكانيكا او تفاضل او ايا كان، ادبي جغرافيا تاريخ اي حاجه تبقى كتير عليا، لكن انا هذاكر ايه يعني المذكره اللي انا عاملها صغيره جدا، النوتس دي، النقاط الرئيسيه في الموضوع او في الكتاب او في الماده العلميه، ده كده هستوعب. لكن انا اقعد اذاكر الماده كلها من جديد تاني ليله الامتحان، لا ده انت بتضيع وقت وهتشتت افكارك. وانا بقول تاني برضو ما تروحش متاخر عشان ما يبقاش عندك قلق، يعني خير الامور وسط. مين يرعى هذه الايام دي؟ الام والاب، بس بطمانينه وبهدوء وبالراحه دون ازعاج لليه، الولد او البنت. لو انت ازعجته وعملت له بقى نوع من الخلاص العجله ويلا بسرعه وانزل يلا والبس وبتاع، لا. انا الام يعني ربنا يبارك في كل الامهات، واكيد اي ام النهارده عندها ابن او بنت في ثانويه عامه، ست فاضله وست محترمه، وابنك ما وصلش للثانويه العامه دي الا بفضل ربنا وفضلك انت ورعايتك انت ورعايه الاب. اصحي بدري، صحي ابنك او بنتك صحيه بدري، وخليها تصلي وتتقي الله فعلا، تكون على ما تصلي هي كنت حضرت الفطار، اكل كويس اكلت كويس، خلاص يبقى ابني يلبس يروح فين؟ المدرسه بتاعته، بس في وقت مش بدري قوي ولا متاخر قوي، خاصه ان برضه التاخير ده بيعمل نوع من القلق عند الولد. ليه يا حضرات؟ القلق ده بعض الاحيان بيبقى يعني يساور الطفل من الاسره من البيت. واروح برضو اقول للولد ان خلي بالك لما تروح اللجنه تقعد ثابت وتقرا الورقه الاسئله مره واثنين وثلاثه واربعه، وما تبداش تجاوب الاسئله بتاعتك الا بعد ما تقرا ورقه الاسئله، اقراها كويس جدا، علشان القراءه المتكرره والمتانيه هتديك خليك تفكر كويس قوي. وبعض الاحيان في وهم عند اولادنا انه نسي الماده العلميه، لا يا ابني دي حاله نفسيه، مجرد انت بس ما كتبت راس السؤال هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى فاض عليك بالعلم وبتكتب كله. ولو جات لك مثلا ثلاث اسئله او اربعه وفي سؤال سهل، ابدا بالسهل الاول وبعدين المتوسط وبعدين الصعب، هتلاقي نفسك مجرد انك انت بدات بالسهل هيديك ثقه بالنفس انك انت كتبت كام ورقه، يا الله ده انا كويس ده انا مشيت. لكن لو قعدت تفكر في الصعب ووصلت لنص الوقت الله ده انا ما حلتش حاجه، هيعمل لك نوع من القلق والتوتر. لا هتحل للسهل ولا الصعب، لا ابدا بالسهل، كل ما تجيلك فكره في الصعب اكتبها فين في الكراسه من الاخر خالص. لكن لو انا بدات بالصعب هتوتر، لا ابدا بالسهل، اقرا الاسئله مره واثنين وثلاثه، احل بالراحه وبهدوء، انا عندي ثلاث ساعات وعندي ثلاث اسئله، يعني كل سؤال له ساعه، وراجع مره واثنين وثلاثه، وما استعجلش، انا الزمن ده بتاعي، انت وراك ايه بره؟ مستعجل وعايز تخرج يا مستر يا استاذ مش لا بلاش. ابن العزيز ابنتي العزيزة اللي عايز يتفوق فعلا ويثبت وجوده، لان مرحلة الثانوية العامة دي هي بقى الفيصل، هي اللي بتحدد مصيرك ومستقبلك فعلا، هي اللي بتخليك بقى تعيش مدى الحياة بلقب معين، دكتور مهندس محاسب معلم محامي ايا كان، هي دي فعلا مرحلة فاصلة. بس احنا لو خدناها بهدوء وبالراحة وبالتؤدة وباسلوب علمي صحيح هننجو وهنحقق اهدافنا ونحقق طموحاتنا. لكن احنا لو استعجلنا في العجلة الندامة، في التأني السلامة، تأنى وبالراحة بهدوء هتلاقي نفسك فعلا فكرت وحليت كويس قوي وجبت درجات متميزة جدا. لكن لو استعجلت وعاوز تخرج سيادتك وتتمشى شوية مع أصحابك
وتروح السايبر، لا بلاش الايام دي خالص، ما ينفعش. انت الايام دي في مرحله بقى ايه، ده انت اكون او لا اكون، اثبات ذاتك دلوقتي في اللحظه دي. لو انت فعلا فكرت بطريقه كده يعني، طبعا اكيد يعني في دور تربيه اخلاقي في البيت، ربوك تربيه طيبه، اوعى من جليس السوق ياثر عليك ويسيطر عليك ويخليك بقى انت في امتحان. اروح البيت انام شويه علشان اقدر اصحى ويبقى خلاص جسمي بقى ارتاح شويه، وبعدين اخد دش كده واصلي واتغدى او اتعشى وابدا اذاكر الماده بتاعت بكره او اللي بعد بكره. لكن اقعد في السايبر مع اصحابي واشرب مش عارف ايه لا. ابن العزيز، الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. خلي بقى، كل الدول تقدمت وارتقت فعلا بالنظام، لكن انت عندك امتحان، ما تخلصش الحبل على النابل. صاحبك اللي بياخدك ويديك على الكافيتيريا ولا مش عارف ايه ولا ايه الكلام ده كله اللي بنسمعه ده، ده عاوز يضيعك. لو بيحبك ما يقابلكش بعد اللجنه، لو بيحبك فعلا يخاف عليك. لكن طالما هو منتظرك بعد اللجنه بالموتوسيكل ولا بالعربيه ولا بكذا ولا الشيله، لا ده كده هو مش حريص على مصلحتك، كده عاوز يخربك، لان هو خارب. الطيره على اشكالها تقع، انك انت ربنا كرمك انسان متميز وعندك درجات متميزه ودخلك كليه متقدمه، ليه اضيع وقت انا واقول يا عم انا بحل؟ لا يا ابني، ابو بالين كذاب. انا مش هطول عليك كتير قوي، لكن انا عايز اقول ايه، ان لازم بس يكون في توافق بين البيت وبين المدرسه. وانا برضو بوجه من خلال برنامج اباء وابناء يعني رساله لكل معلم ومعلمه انه بيحرص على مراقبه الاولاد في لجان الثانويه العامه، يعامل الشاب ده او الفتاه دي ابنه او بنته، لان ابنك او بنتك هيجي عليه الدور في يوم من الايام يكون مكان الولد ده او البنت دي، او قد يكون اولادك في الجامعه دلوقتي وكانوا بيعيشوا في نفس الظروف. عامل ابنك انك انت الطالب ده ابنك، ما تعاملش انك انت بوليس بقى وقاعد ماسك الرقابه يعني تتحفز الولد تمسك عليه غلطه او البنت، لا. لازم تعامل ولد ده في اللجنه ابنك، والمدير برضو اللي هو رئيس اللجنه اللي قاعد بيمر ما تقعدش في مكتبك من فضلك، يعني حضرتك انت اب لكل الاولاد دول في اللجنه، اربط على الولد وقول لهم كده يعني ثناء شفوي، بسم الله ما شاء الله، الله جميل، اديله ثقه بالنفس، طبطب عليه شد حيلك انت كويس، عشان الولد كلامك الحلو الجميل ده مش داخل انك انت تخش بقى على المراقبين والولد ده بيغش، لا. ما تعملش نوع من الرهبه والفزع على الاولاد، الاولاد عاوزين نوع من الهدوء والطمانينه والثقه بالنفس. مين اللي بيساها؟ حضرتك، لانك انت الاب القدوه موجود في اللجنه دلوقتي دي، وتوفر لاولادنا كل شيء. عاوز كراسه تجيب له، نسي قلم ويكون في عندك قلم احتياطي، ميه ساقعه، لازم حتى المعلم اللي واقف على الطالب يبقى لغه الجسد بتاعته فيها بشاشه، فيها طلاقه، يبتسم للولد، يبتسم للبنت، دي بنتك ده ابنك. لو انت عملت كده ربنا يكافئك في اولادك وتوصل بيهم ان شاء الله لبر الامان. انا بتمنى لكل اولادي وبناتنا اللي في الثانويه العامه ان شاء الله ربنا يوفقهم ووصلهم لاي يعني حقق كل اهدافهم وطموحاتهم يا رب. كل اسره ربنا ينجح ابنها وبنتها ويحقق لها كل امانيها ان شاء الله، ويكونوا خير خلف لخير سلف ان شاء الله. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا. ايه هو الموضوع ده؟ موضوع الفوائد النفسيه لالعاب الاطفال، طبعا خاصه الاولاد. دلوقتي احنا في فصل الصيف وبدات الاولاد خلاص خدوا الاجازات وبدات المشاكل كر وفر بين الابناء والاباء. لا، انا بوجه رساله من خلال هذا البرنامج اباء وابناء للاباء وللابناء. انا اول حاجه اقول للاباء، خلي بالك من ابنك وخلي بالك من بنتك. ابنك سمع كلامك وكان طول العام الدراسي في الترم الاول والثاني متفوق وكويس وبيسمع كلامك وبيذاكر، وانت وعدت وعد كويس قوي انك انت في الاجازه الصيفيه دي هتوديه مش عارف فين وهيلعب ايه ويشارك في نادي ايه. لا، الوعد مهم جدا، اوفي بوعدك. ابنك عمل اللي عليه انه ذاكر وبقى كويس وجاب درجات كويسه، وبنتك ذاكرت ونجحت وجابت درجات كويسه. انت دورك ايها الاب ايتها الام ما تكونش سلبي، ما تكونش سلبيه، ده لما بابا مش عارف يقبض ايه ويعمل ايه. لا، الامور كلها بسيطه، يا رب مش شرط انك انت حضرتك تروح يعني نادي مش عارف ايه ولا مصيف ايه، لا، يا رب حديقه عامه في المنطقه بتاعت حضرتك، ودي الاولاد في المكان ده علشان الولد محتاج ليه حركه. الطفل يا حضرات دايما اللعب النشاط الحر اللي هو ما فيش قيود، والطفل دايما يعني ألفه وسعيد جدا لما بيلعب، يرتع ويلعب. ده حتى في سورة يوسف يعني اللاعب ده لو ما كانش يعني مشهور ما كانش ذكر في القرآن الكريم. اللاعب يا حضرات مش لهو، في فرق بين اللاعب واللهو. اللاعب اللي انا اكسب ابني مهارة واكسبه خبرة، يعني الولد من خلال اللعب بيتعلم بقى القفز، الجري،
يقوي عضلاته، يقوي بدنه. ليه بقى؟ حتى الولد لو عنده مشاكل في الحركه اثناء اللعب اثناء الجري بيبقى كويس. الولد عنده مشكله في اللغه بيبقى اثناء التفاعل الاجتماعي مع اصحابه بيلعب معاهم يزق معاهم بسلبي او ايجابي بنكسر، يعني بيبقى عنده ثروه لغويه جميله جدا وكبيره جدا. لكن لو انت قعدت ابنك او بنتك في اربع حوائط في البيت وما يخرجش، واحنا قاعدين بقى مش هنخرج عشان مش عارف عندنا ظروف ايه، والظروف طبعا ما بتخلصش، ظروف البيت وظروف الاب والام، وخاصه لو الاب والام على غير وفاق، لا انسوا خلافاتكم الشخصيه ومشاكلكم الاقتصاديه، يعني باقل شيء انت ممكن تسعد ابنك لو انت خرجت بيه حتى يا رب تروح تنزل سوبر ماركت تشتري حاجات البيت، او رحت في الصعيد او في الريف الدكان خدته في ايدك كده، او رحت بيه الغيط يجري على النجيله كده ولا حاجه، او رحت حديقه عامه او ساحه شعبيه. ايه خلي ولد يا حضرات ينطلق، خلي بنت تنطلق. وعلى فكره مش عاوزين احنا برضو نقول ايه ان البنت ما تتعبش والولد يلعب، لا الاثنين الاثنين، ان خلقناكم من ذكر وانثى ما فيش فرق بين الذكر والانثى. زي انا ما بحاول اعمل ترويح لطفل ذكر اعمل ترويح لبنت الانثى، ايه الفرق بين الاثنين؟ كل واحد فيهم عنده حضرات مشاعر واحاسيس زي التاني بالظبط، كل واحد عنده طموح، كل واحد بيعبر عن احتياجاته مش الماديه النفسيه. ما انت كاب بتاكل وتشرب كويس قوي وبدي رعايه ماديه جميله قوي، لكن برضو ادي رعايه نفسيه لطفلك وطفلتك. ما تقعدش ابنك في البيت ما بيخرجش، ده بعض الاحيان الاطفال من كثره بقى العنف بتاع الاب ودايما الصرامه القاتله بتاعته بيجي له اكتئاب. بيجي له، ده في دراسات علميه ان في اطفال من عمر سنه، عمر سنه 12 شهر بيجي له اكتئاب. منين؟ من العنف الابوي او الاسري بمعنى صح، من الام والاب وخاصه الام. فانت بقى المفروض ربنا اكرمك وابنك تميز وبنتك تميزت وجابوا درجات كويسه ونجحوا وخلاص، احنا منتظرين عام الدراسه لسه في شهر سبتمبر لما يجي على خير ان شاء الله، ورمضان جاي على الابواب، كل عام وانتم بخير. يبقى انا الفتره اللي باقيه لي دي علشان اخلي ولد ايه، يعني اعلمه حاجه بس باسلوب علمي، وابعد عن العشوائيه في ان لو اديته نادي بيشارك في كره طايره، في كره يد، في كره يعني سله، كره قدم، ايا كان، يعني يلعب حتى العاب جماعيه، العاب فرديه، يلعب كاراتيه، تايكوندو، الحاجات اللي بتحبها الاطفال دي كلها. لو انا عملت مع ابني كده يا رب يبقى ايه جري، ما يعني خلاص ينطلق يجري. الولد مجرد ما بيجري في النادي او في الحديقه ايه اللي بيحصل؟ انا بقول تاني بيحصل عنده تآزر حس حركي. حتى الولد لو ضعيف في المشي انت بتقوي عضلاته بيمشي كويس قوي. الولد ضعيف في اللغه انت بتقوي اللغه بتاعته بيتكلم ويكتسب اللغه كويس قوي. الحاجه الثانيه برضو عايز اقول ايه، ان بلاش يا حضرات ان احنا يعني نترك الاطفال. طيب معانا اتصال. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه لو سمحت حضرتك، انا عندي 37 سنه. نعم. وعندي السكر، وفي الاخر يعني بقالي يومين زعلت جامد، فحسيت ان دراعي من فوق المرفق كده وجعني جامد، فدي ممكن تبقى بدايه جلطه او حاجه زي كده يعني؟ لا حضرتك انت بتقولي عندك السكر؟ تاخدي علاج ايه للسكر؟ دايمكروم مثلا ولا ايه بالظبط؟ ولا تاخدي انسولين ولا ايه؟ باخد برشام، لان انا سكر من نوع تاني، يعني هو كوليسترول، عملت تحليل كوليسترول ودون ثلاثيه طلعوا عاليين 10 وتانية 20 يعني درجه. لكن انت حضرتك دلوقتي دراعك فيه مشكله. نعم؟ دراعك فيه مشكله؟ هو يما زعلت قوي من يومين كده، فهو الدراع من فوق المرفق وجعني جامد، وبعد كده نمل الدراع كله. طب دي اول مره تجيلك دي الحاله دي؟ طب انت عملتي اختبار السكر طلع كام دلوقتي؟ طلع 160 يعني. 160؟ يعني اخر كلام كده؟ نعم. ولا انت بتقيسيه على فترات متباعده؟ لا يعني هو غالبا ما بيعلاش خالص عن ال 200، بحاول على طول اظبطه يعني. طب انت بتتابع مع دكتور سكر بتاع جهاز هضمي؟ لا تابعي حضرتك مع دكتور، عشان برضو الرينج اللي بيطلع وينزل ده محتاج متابعه من الدكتور عشان يغير لك العلاج، احتمال الادويه اللي تاخديها دي مش مناسبه لحالتك. لكن انت ما تقلقيش، بس اهم حاجه بدري بسرعه لدكتور جهاز هضمي بسكر، في دكتور جهاز هضمي بتاع السكر وفي دكتور جهاز هضمي بتاع كبد، انت روح لبتاع السكر وتابعي معاه، عشان ال 160 دي كتير على حضرتك على سنك ده، وكمان بتاخدي علاج، احتمال العلاج ده هو بيجيب هي المضاعفات دي،
لان كل حضرات كل علاج بعض الاحيان بيبقى له حاجه اسمها سايد افكت او اثار جانبيه. لكن انا لما بتابع مع دكتور متخصص ويعمل لي كارت متابعه انا بنجو من اي مشكله. فانا بنصح حضرتك تروح لدكتور جهاز عظمي وربنا معاك ان شاء الله. طب معلش عشان الدراع الشمال يعني وكده، فممكن ده يكون اعراض جلطه او كده؟ لا 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 لا، قيس الضغط الاول، قيس الضغط. انا قيس الضغط طلع كويس يعني، طلع 110 على 70. لا ده كويس قوي يعني، هو المفروض 120 80. أو ممكن دراعي ده يكون حاله نفسيه يعني؟ لا لا، هو بس انت عشان بس بتفكري في موضوع السكر كتير قوي ومضايقك ومزعلك كده. لكن برضو عشان ننجو من هذا الموضوع نروح لدكتور امراض بطنه. لكن ضغطك ده كويس، اللي ليك دايما حكايات الجلطات دي، لو ضغط الدم بيرتفع مره واحده وينزل مره واحده دي مشكله. فطالما انت ما عندي الحمد لله بالقياسات دي اللي انت بتقوليها 110 70، ده مش ضغط، ضغطك كويس جدا، بيسموه نورمال عادي يعني. لكن لو ايه المشكله بقى؟ المشكله حضرتك، ما انا بقول لك روح لبتاع دكتور طبيب بتاع جهاز هضمي بتاع سكر عشان يعمل لك اختبار هو عنده. احتمال انت بتجيبي مثلا بتاع الاجزخانه ده اللي هو اختبار العادي ده. لا، هاتي حضرتك هو بيعمل لك اختبار دم صايم وفاطر، تمام حضرتك؟ ايوه. يعني تقل الصبح تختبري صايم، وبعد ساعتين بعد ما تفطري بساعتين تعملي اختبار تاني. بس عند دكتور متخصص افضل، بلاش تعملي سيلف ذاتي، لا اعمل عند دكتور في العياده بتاعته وربنا يوفقك ان شاء الله. شكرا. الله يخليك، تحت امرك. لحضرات معانا برضو عايزين نقول ايه، ان ما نتركش اولادنا يختاروا بعض الاحيان لعبهم، لان بعض الاحيان اختيار الاطفال للعب معينه بيهدد البناء النفسي للطفل ويؤثر على صحته النفسيه وبرضو صحته ايه، بيعمل بعض المشكلات اللي بيعاني منها في مرحله الشباب والرشد. يعني خاصه اللي انا عايز اقول ايه، ان ما ينفعش ابني دلوقتي في فصل الصيف وقاعد فاضي ما روش حاجه واسيب الولد بيلعب مع جيرانه تحت لحد الصبح، بلاش كده. لو انت رسخت المفهوم عند طفلك ده والولد قاعد طول الليل صاحي وطول النهار نايم وبعدين بقى له شله وبقى له اصحاب، تاكدي تماما انت كده بتفسدي طفلك او طفلتك حتى برضه. لان لما بيكبر الولد ده الشاب بالذات ده ويتزوج يبقى عنده اسره، بتحصل مشاكل زوجيه بسبب هذا الموضوع. لان التنشئه هي اساس ايه سلوك الولد او البنت. التنشئه كان في افراط والولد بيصحى براحته وطول الليل صاحي تحت مع اصحابه، لما بيكبر لا يمكن، من شاب على شيء شاب عليه. وعلماء الناس بيقول ان ما يتربى عليه الطفل في الصغر من الصعب ازاحته في الكبر. عشان تقلع ابنك عن السهر ده وظفي وقته، وديه نادي يلعب، ما فيش، انا بقول مش لازم نادي، حديقه، مدرسه، في مدارس دلوقتي في الصيف بتعمل نوادي صيفيه، وديه المدرسه يلعب مع اصحابه عشان اخر النهار يبقى خلاص تهد هينام بدري. ونصيحه لكل الامهات اللي عندهم اطفال ما قبل المدرسه، ما نقولش ده فلان ده بيسهر اولاده للساعه 2 و3 الفجر والام تبقى نايمه ورايحه في يعني في ثبات عميق في نوم عميق، والاب نفس الشيء، والاولاد طول الليل صاحيين كام سنه، 4 سنين وخمس سنين وست سنوات طول الليل، ولا كسيبهم ما فيش دراسه. لا، خطا خطا تربوي قاتل. يا حضرات، هرمون النمو بتاع الاطفال الصغيرين دول لو الولد ما نامش بالليل قبل الساعه 12 وقاعد سهران طول الليل ما بيستفدش بهذا الهرمون. الهرمون ده لو ما استفادش بيه ده لا يعمل تاني، مش كلام الدكتور شاهين، ده كلام دراسات علميه. هذا الهرمون لا يعمل الا لما يكون الطفل نايم. سبحان الله، ان لله في خلقه شؤون. فانت لو حرمت ابنك وسبتيه في الافراط في السهر بالليل هتجيله قزامه ومش هيطول، وممكن كمان قزامه عقليه. فاحنا ليه طبعا، ما الوقايه خير من العلاج. انايم ابني بدري، بس انايمه ازاي؟ اشغل وقته بالنهار، ادير وقته، اديه اللعبه تتناسب معاه، في العاب عقليه والعاب اجتماعيه والعاب لغويه. وروح النهارده المكتبات بقت مليانه، انت لا تبذل الجهد الجيد ابدا، ده انت بتروح تقول عندي طفل عنده 5 سنين وانا عاوز له العاب لغويه عشان انام باللغه عنده. البنوته اللي موجوده، الانسه اللي موجوده دي، او الشاب الظريف ده على طول بيجيب لك اللعبه بتاعت اللغه دي بتاعت 5 سنين. المكتبات اللي انا مش عاوز اقول اسماء معينه عشان ما نعملش دعايه واعلان، لا، لكن في كل يعني عواصم المحافظات موجوده، في القاهره وفي الجيزه وفي اسكندريه والمنصوره، كل موجود مكتبات كبيره جدا وفيها شباب متميز خريج جامعه اداب علم النفس وتربيه وبتاع موجودين. بتقول الولد ده الشاب المحترم انا عاوز العاب للطفل عنده 8 سنين عشان اديله العاب عقليه، بيجي لك العاب عقليه، انام بالذكاء اللي عنده، الولد يوظف الذكاء اللي عنده. لكن انا اقعد كده اخلي ابني طول الاجازه
قاعد يصحى بالليل وينام طول النهار، ده انا حرمته من حاجات انا نفسي يبقى فاضل فيها. هيصلي الصبح امتى والظهر امتى والعصر امتى والمغرب امتى؟ مش هيصلي خالص، لان طبعا نايم طول النهار، ويصحى بالليل بقى متعاكن بقى شويه، ويصحى على ميعاد مين؟ على ميعاد الشله والاصدقاء وقران السوء. الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. انت بتحطيه مع نافخ الكير اللي هيحرق ثيابه. لا انا صح ابني بدري ماشي اجازه يسهر، بس ما يتجاوزش الساعه واحدة وينام، لكن يقعد للصبح صاحي كتير قوي، دي مبالغه. وعلى فكره ان بعض الاطفال الصغيرين بيدمنوا افلام كرتون معينه، مشاهده معينه، وانت حضرتك لا تدري ان بعض الاحيان افلام الكرتون بتؤذي لغه الطفل وسلوكه. الولد من كثره المشاهده بيتوحد مع البطل ويقلده، طبعا طالما هو قلد البطل خلاص بيعيش بسلوك البطل. البنت برضه بتتوحد مع البطله وتقلد البطله وتعيش سلوك البطله. معانا اتصال. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك. انت 8 سنين؟ نعم. وفي المذاكره تعبنا قوي، المسايسه ما بيجيش معانا، وبالضرب برضه ما بيجيش معانا، مش عارفين نعمل له ايه. بس كده ده وحيد ده؟ وحيد يا لا، عنده اخ اصغر منه، عنده 4 سنين. يعني هو مشكلته ان هو يعني ايه بيضايق حضرتك في المذاكره يا استاذه. ما بيذاكرش وشقي قوي يعني، ومش عارفين نعمل له ايه. طب السنه دي اخباره ايه في الدرجات بتاعته في الترم الثاني؟ درجاته في الترم الثاني كانت ازاي؟ كان شكلها ايه؟ يا استاذه درجاته كويسه، بس يعني في الحفظ وكده بيتعبنا. ما بصي يا استاذه، يا حضرتك يبدو انك انت عودتيه على اسلوب معين في المذاكره، انك تقعدي معاه وجنبه على طول وباستمرار، مش كده؟ حضرتك يا ريت توطي التلفزيون وتسمعيني كويس. الاخت بتتكلم ابنها شقي ودايما يعني في المذاكره مغلبها. وعلى فكره انا عايز اقول لكل الامهات من خلال الاخت الفاضله، يا ريت ان كل ام عندها طفل بيتعبها يعني بيغلبها، هو مش بيغلبك بس انت، معلش يعني مع احترامي الاخت الفاضله، لو كل ام وكل اب يفهم الخصائص النفسيه للطفل في المرحله دي في السن ده، لو قدرنا كل اب وكل اسره كلها تفهم المرحله اللي عنده 4 سنين واللي عنده 8 سنين واللي عنده 10، كل طفل كل مرحله سنيه لها سلوك. الولد عنده 8 سنين عنده خلاص، عنده حركه، عنده طاقه. فلو اختي الفاضله لو انت وظفت الطاقه بتاعت ابنك الحلقه اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي في الصيف ده، ونظمت وقته طول العام الدراسي ان في نظام، لان ابنك ما حصلش الشقاوه دي يعني عشوائيه، لا ده اكيد الاب والام بيكونوا السبب فيها. واقول لك ازاي. معانا ام كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا دكتور. لو سمحت انا عايز اسال عن ابني، عنده 10 سنين. نعم. ما عندوش تواصل مع الناس، ما بيعرفش يتعامل مع الناس صح خالص. كل ما يتعامل مع اصحاب ولا كلام من ده يشاكل، كل ما يخرج يلعب مع اصحابه يشاكل، يقول انا ما حدش بيحبني، انا ما حدش عايز يتكلم معايا، انا ما حدش عايز يلعب معايا، هو اللي بيشاكل معاهم. وبان هو نايم بالليل برضه بيفضل يتقرقب على اسنانه جامد. مع ان هو ذكي وممتاز يعني في الدراسه، ما بيحبش يذاكر خالص وملول. يعني ما يقدرش يقعد على كتاب او كراسه او حاجه 10 دقايق. لكن درجاته كويسه. لكن درجاته كويسه. تمام كويس. طب هو حضرتك ابن كريم، ابن حضرتك ده لما تيجي مثلا كنت وهو عيل صغير كده تشيليه كده يتشال معاك ويقبلك ويحضنك وبتاع وكده، ولا كان بيرفض هذا السلوك؟ لا هو كان عادي جدا وهو صغير، بس هو اتاخر شويه في الكلام، واديته حضانه وهو صغير 2 ونص بدا يتكلم، بس يعني ما يكونلكش حوار كامل، ما يكونلكش ايه طيب على بعضها. هو حضرتك هو بيحاول يقرب من اصحابه وهما بيبعد عنه، ولا هما ولا هو بيبعد عنهم؟ هو يا دوبك هم 5 دقايق يلعب معاهم، بعد كده قوم الشاكل وسايبهم وخلاص، ومحدش بيحبني ومحدش، وطلع مثلا ايه لو جينا نفهم الصح من الغلط ما يبقاش فاهم او مش متقبل ان ده صح او ده غلط.
نعم ما عندوش حوار نهائي. طب حضرتك بتضربيه يا ام كريم؟ احيانا بنضربه، بس الفتره الاخيره دي بدانا ما نضربوش. انا مثلا على سبيل المثال النهارده بقول له ايه يا كريم انت ولد كويس، يقول لي لا انا ولد وحش، انت ولد ذكي، يقول لك لا انا غبي انا حمار. لا يعني كل العيوب اللي احنا عارفينها جوانا هو بيقولها على نفسه، وانا بما اجي اعمل ان انا ايه راضيه عنه. طب انا عايز اقول اتفضلي حضرتك، اولا هو الالفاظ اللي انت قلتيها حضرتك اكيد هو يعني ايه ما اخترعهاش يعني كده، فاكيد سمعها منك او من الاب. هو سمعها مننا كتير. طيب بس هو احنا غرسنا يا استاذه يا استاذه الفاضله غرسنا في طفلنا يعني الفاظ يعني سلبيه، والولد حصل عنده تبلد في احساسه، خلاص انا غبي انا وحش انا كذا زي ما بيردد. لكن انا كيف اعيد الثقه بيني وبين طفلي؟ ده الاهم. خلاص انت قلت كلام ومش هيرجع تاني، والاب قال كلام مش هيرجع تاني، والاب ضرب وحضرتك ضربتي، انت وحضرتك معلش يا استاذه اتبعت اسلوب تربوي خاطئ في معالجه مشكله الولد. يا حضرات لكل الامهات، لكل الامهات تاني انا بقول اهو، ضرب الاطفال ممنوع، ده بالعكس ده هيثبت السلوك عند الطفل، يحصل عنده تبلد، والولد بدل ما كان بيخاف منك ويعمل لك حساب، لا انا بتضرب خلاص هلعب كوره ومش هروح البيت واتاخر كده كده هتضرب. يا ريت يا حضرات نعدل من سلوكنا وما نضربش اولادنا، مش كلام شاهين، لا ده كلام نبينا العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، مر اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قيس التربيه على الصلاه، بس كمان حتى لو كان من عشره ما يضربش بقى بالراكل، وده لا ده نوع من التخويف للرضع، وعندك عقاب معنوي كتير جدا، اخصمه وياكل لوحده، ما يتفرجش على التلفزيون، ما يخرجش مع بابا، ما يروحش عند جدته، لما يجي لنا ضيوف ما يقعدش معاهم، انواع كتير جدا من العقاب. لكن انا بلجا امتى للضرب؟ انا اعمل زي الدول لما بتحارب بعدها، امتى؟ لما بتفقد لغه الحوار بينهم بعضها، مفيش دبلوماسيه خلاص يبقى في حرب. هل انت كأم فاضله محترم ربنا يبارك فيك ان شاء الله واسمعي كلامي، يعني بكلمك اخت فاضله وعزيزه، طالما انت ضربت ابنك يعني معناها فقدت لغه الحوار بينك وبين طفلك، حتى لو الطفل ما عندوش حوار بينك وبينه، لكن انت كأم عندك نضج وعندك خبره عندك عقل كبير تستوعبي طفلك، روضي الولد بالراحه وبهدوء، هتلاقي ابنك وصل لبر الامان. ابنك بسم الله ما شاء الله انت بتقولي متميز، وعنده انتليجنت، عنده يعني ذاكره ما شاء الله، وعنده ذكاء عالي. ليه اطفي هذا الذكاء بانا بالعنف بتاعي؟ معلش يا اختي انا بكلمك من المثل البلد اللي عندنا في مصر كده، يا بخت بكاني وبكى علي. انا بقول لحضرتك عشان تاخدي بالك من الاتي، خلاص اللي فات مات، خلينا في الاتي، نبدا من اول السطر وما نضربش اولادنا. وانا يا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان يمشي على اربع، والحسن والحسين يمتطي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ علشان يحبوه. لو ابنك بيحبك هيسمع كلامك، ولو هيسمع كلامك هتغير سلوكه، لكن انت بتعاملي ابنك بالسلطه بالعصا بالعنف، لغه الجسد حتى غير طبيعيه. لا انا غير انا من نفسي كأم، والاب يغير من نفسه كأب، لان ابنك صعب يطلع لسنك، لكن انزل لسن طفلي اللي عنده 10 سنين. يا ام كريم بعد اذن حضرتك انت والاب يبقى عندكم 10 سنين، عشان لو نزلت لسن طفلك هتفهم اللغه بتاعته، مش كلامه، سلوكه، هتفهمي السلوك بتاعه، ولو فهمت سلوكه هيبقى عندك قدره على حل مشكله طفلك، وربنا معاكي بس بالهدوء وبالراحه، وخدي كريم في حضنك هيبقى احسن ان شاء الله، باذن الله يكون افضل ولد في العالم كله ان شاء الله. برضو من ضمن الحاجات اللي انا بحذر منها اللي هي الالعاب الالكترونيه، اللي هي دايما يعني احنا عندنا تعلق دايما بحاجات كتيره جدا وبتاذي اطفالنا، ونجيب العاب الكترونيه او اولادنا يقعدوا على النت كتير قوي، او يقعدوا قدام التلفزيون كتير جدا. في حضرات الموجات الكهرومغناطيسيه، وانا عملت قبل كده حلقات عن التليفون المحمول وعن كل الموجات الكهرومغناطيسيه اللي بتاذي اطفالنا. المشكله ان بعض الامهات في البيوت ما عندهمش وعي وادراك. يعني انا عاوز حضرتك طالما عندك في البيت تلفزيون وعندك فضائيات، خش على النت يا اختي، شوف ايه اضرار الراجل الالماني اللي اخترع الموبايل. قال يا حضرات رساله للعالم كله من منطلق اخلاقي، لا مسلم ولا مسيحي ولا يهودي، هذا الرجل لا دين له، بلغتنا احنا كمسلمين كافر. يعني شوفوا الكافر قال ايه؟ قال للاطفال
ما قبل سن 15 سنة ما يشيلش تليفون محمول. طب ليه يا دكتور؟ ليه يا أستاذ يا مخترع؟ قال لك علشان ده فيه موجات كهرومغناطيسية بتؤثر على الجهاز العصبي للطفل، تتف بعض الخلايا العصبية وبتجيب أورام وتجيب سرطانات. طب ليه كده؟ وإحنا الطفل لسه عنده شهور، كلم بابا، كلم عمه، كلم تيتا. لا، ممنوع، بلاش. برضه الأطفال الصغيرين اللي عنده 7 و8 ما يقعدش على النت على طول باستمرار كتير قوي، ساعة في اليوم، ساعة الصبح وساعة آخر النهار، لكن ليل مع نهار قاعد الولد 10 ساعات قدام النت، ما ينفعش، بيأثر على سمعه وعلى بصره، كده خطأ. ولما يكبر، خلي بالك بقى، أنا مشكلات بشوفها معاه بعض شباب قرايبنا، ولما يكبر يتعلق بالبلاي ستيشن بقى والجيم بالليل والنهار ومش عارف ايه، وبيعملوا بقى يعني ايه فيديو كونفرنس مجموعه، ويسيب اولاده وبيته ومراته ويروح يلعب مع اصحابه البلاي ستيشن، لانه خلاص من شاب على شيء شاب عليه، تعود على كده. لا، من دلوقتي ارشد المشاهده لاولادي، لكن الالعاب الالكترونيه انا اشوف اللعبه دي اديها له امتى واقلع عنها امتى. وابنك لو تشبث بلعبه معينه او مشهد معين ما ضربش طفلي، ولو نزعت طفلي انا والولد، يعني الام بتشتكي، انا نسيت اقول لها برضو، بتشتكي من جز الاسنان، جز الاسنان او الكلام اثناء النوم او الكوابيس او الفزع، كلها بتيجي نتيجه مشكلات نفسيه عند الاطفال، او التبول لا ارادي برضو مشكلات نفسيه، وخاصه لو كان ايه الولد تحكم وبعدين تبول. كل دي مشكلات بتيجي لاطفالنا ليه؟ احنا ما بنستخدمش معاهم اسلوب تربوي صحيح وجميل قوي، بنستخدم معاهم اساليب تربويه خاطئه. الولد بيتفرج، اروح طافي التلفزيون وشدها من دراعه، نام، فزعته، مش هينام، والله ما هينام، نايم صاحي مغمض عينيه، بس هو قلقان منك ومن ايدك او من رجل الاب. لا، ابني اروضه. ده احنا بنشوف في التلفزيون ان الستات بتروض الاسد، نام بينام، اصحى بيصحى، اسد حيوان مفترس ياكلنا كلنا، فما بالك في طفل؟ ربنا ده العقل الانساني، الاسد ده ذكائه محدود، عنده 16 الذكاء بتاعه، والطفل عندنا اللي عنده تخلف عقلي او اعاقه عقليه ذكائه 75. شوف الفرق بين الطفل والاسد قد ايه؟ كتير جدا. ورغم ذلك المراه عندها قدره لترويض الاسد. طب ما تروض طفلك ده اللي عنده مشكله او شقه وبيجري يمين وشمال، اروضه. وزي ما قلت من شويه، افهم لغته يعني سلوكه، وانزل لسنه وصاحبه وطبطب عليه واخده في حضني، واشاركه النشاط بتاعه، اجيب لعبه والعب معاه مره واثنين وثلاثه واربعه، ابني هيحبني. وكل، وعلى فكره حتى ابنك لو بيسالك اسئله يعني بايخه، اسئله حرجه، ارد عليه واشبعه، عشان لو هو انت يعني سالك السؤال ده وما جاوبتش عليه، او الاب ما جاوبش عليه، هيروح لصاحبه زميله في المدرسه او زميلتها او جارتها، وهياخد معلومه خطا، وما بني على خطا فهو خطا، هيعيش طول عمره بالمعلومه الخطا دي. مين السبب؟ حضرتك، حضرتك. عشان كده انا بقول ايه تاني وتالت، الالعاب الالكترونيه نرشدها تماما، ونخلي بالنا من الموبايل المحمول، ونقول ايه ده انا خايف على الولد لا يتوه في الباص، يا اختي خدي رقم تليفون المشرفه، السواق، السكيورتي بتاع المدرسه، كل ده مش هيقضيك تطمن على ابنك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. مين؟ مين معايا؟ منة الله. ازيك يا منة الله؟ انا منة الله. اهلا بيك يا منة، ازيك الحمد لله، ربنا يخليك. انت عندك كام سنه يا منة؟ انا عندي 11 سنه. ما شاء الله، بس ممكن توطي التلفزيون يا منة؟ حاضر، ربنا يخليك يا بابا، وطي التلفزيون. حاضر. امور يا ستي، سؤالك ايه؟ ايه سؤالك ايه يا منة؟ ايه السؤال بتاعك ايه؟ هو انا عصبيه جدا ومش عارفه احفظ القران، وكل لما احفظ ايه من القران ما بتثبتش في دماغي، وماما ما بتضربنيش ولا بتزعقلي ولا اي حاجه. وانا مزعق على ماما، ويعني ما بحبش المذاكره، ما بحبش اروح المدرسه، ما بحبش اي حاجه من دي، يعني كل ما ماما تقولي ذاكري اعملي اي حاجه عشان ما اذاكرش، عشان ما احفظش القران، عشان كده. طيب يا منة، انت بتاكلي كويس؟ بحب اصلي، ما بحب الصلاة تبقى تقيلة عليا. طيب يا حبيبتي، انت بتاكلي كويس يا منة؟ ناكل كويس؟ لا، ما باكلش كويس. طيب، وبتنامي بدري ولا بتسهري؟ بدري؟ لا، ما بنامش بدري. بتسهري؟ طيب، ممكن نسمع كلام عمه كده
وناكل كويس قوي علشان يعني الاكل ده كويس. هو اسمعيني يا حبيبتي، عشان الاكل ده مهم جدا يا منى، عشان ايه؟ ما تنسيش، عشان تحفظي كويس، عشان الذاكره بتاعتك اللي جوه دماغك دي. كلنا كده يا بابا، ما نقدرش نحفظ حاجه ويبقى عندنا نسيان لو ما فيش اكل، لكن في اكل. لسه بقول من شويه عشان الاولاد اللي بيمتحنوا، يعني اكل يا بابا معناها ايه؟ ان في دم في جسم الانسان، بس دم قوي. طول ما في دم معناها انك انت يبقى الذاكره كويسه، هتحفظي. الحاجه الثانيه تنامي بدري، علشان لو انت افرطت في السهر حصل عندك انهاك بدني. ودايما يا منى يا بابا بنقول ايه؟ العقل السليم في الجسم السليم. عشان جسمك يبقى سليم وكويس وتحفظي وما تنسيش، تنامي بدري وتاكلي كويس. لكن موضوع العصبيه ده اعتقد انك انت عصبيه وماما هاديه، لا، اعتقد احتمال يكون الاب والام عصبي في البيت. لكن انا اركز قوي قوي، يا ريت الام تكون سامعاني اكيد جنب حضرتك ربنا يبارك فيها، والاب لو اي حد فيهم عصبي يحاول يقنع على عصبيته، عشان منا ما تبقاش عصبيه. لازم الام في البيت بالذات، لان الاب يعني وجودنا في البيت احنا محدود، لكن الام بالذات لازم تكون هاديه، عندها نوع من الهدوء والامن النفسي، عندها بشاشه، عندها ابتسامه لبنتها وابنها في البيت. هتلاقي العصبيه اللي عند حضرتك راحت خالص. لكن انا بقول لبنتي العزيزه الغاليه منا، حاولي يا بابا تنامي بدري وتاكلي كويس. لو نمت بدري وكلت كويس مش هتنسي ابدا يا منا، وربنا معاك ويخليك، وان شاء الله نشوفك احسن دكتوره باذن الله ان شاء الله. برضو يا حضرات اسماء. ايوه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. دكتور انا كان عندي استفسار. انا دلوقتي اولادي موجودين عند باباهم. نعم. وانا مطلقه. نعم. وانا اكتشفت ان ولادي باباهم ما بيروحش يفسحهم او ما بيختلطش معاهم في مع الالعاب ويتفسح معاهم ويلعب معاهم وكده. نعم. فانا مش موجوده معاهم. اعمارهم هل ده هيأثر معاهم؟ حضرتك بعد اذنك، اعمارهم السنيه كام سنه؟ 11 سنه و9 سنين. تمام، اتفضلي كملي. والكلام ده انا لسه عارفاه دلوقتي، ان هم يعني مش باباهم مش مختلط بيهم كده، يحسسهم بجو الابوه وكده يعني. وانا طبعا مش موجوده، فده ممكن الحرمان ده ممكن ياثر عليهم. والله عايز اقول لحضرتك حاجه، انت حضرتك في بلد، هم في بلد يعني؟ لا هو في نفس البلد، بس هو رافض ان انا اشوفهم حتى يعني. او يجوا عندي او اي حاجه. طب هو عنده زوجه غير حضرتك؟ طيب اولا طبعا يعني انا بوجه رساله للاب من خلال برنامج اباء وابناء، يا ريت يكون سمعنا، ان يا ريت لا نعاقب الابناء بيعني سلوك الامهات او الاباء، حتى لو الاولاد مع امهم، والاب بعض الاحيان بيبقى العكس سايب ولاده عند امهم. لازم الام تسيب الاولاد يشوف ابوهم، والاب اللي عنده ابناء يسيب الام تشوف ابنائها، لان ده يا حضرات ده من الرحمه. وعلشان الولد فعلا ينمو نمو سوي ونفسي وبدني سليم، اسمعينا من تلفزيون حضرتك، لازم يكون الولد دايما يعني في مع الام والاب. طب لو حصل طلاق زي الاخت الفاضله اللي كلمتنا دلوقتي، والاولاد عند الاب، 9 سنين و11 سنه، دول اطفال صغيرين محتاجين بقى لرعايه نفسيه. احنا لسه بنقول اكل وشرب ماشي، لكن ايه الترويح مهم اخي الفاضل، علشان ابنك يحصل عنده اشباع نفسي ويطلع شخصيه سويه. لان الولد لما يحصل عنده مراهقه ويخش في البلوغ هيرفضك، مش هيقعد معاك في البيت، وكمان ممكن يرفض الام، والام بعض الاحيان ما لهاش ذنب اهي، عاوز اشوف، بس هو رافض هذا الموضوع. يا ريت حد من اهل حضرتك، حد من اهله يقرب وجهات النظر، ولازم الاولاد يشوفوا الام، لان حنان الام ده لا يعوض باي حد. مهما كانت ام البديله دي عندها ضمير وعندها اخلاق وعندها وعندها وعندها، لكن لابد يشوف امه الحقيقيه، الام البيولوجيه، لان هي دي الام المفروض تكون الام النفسيه بتاعته اللي خلفت طفلها. واحنا قرينا على صفحات الجرايد ان في شاب كان في دمياط وبعد 30 سنه امه الفرنسيه رجعت له، بس كانت في حاله انهيار تام، واكيد الولد كان طول الوقت كله عنده حرمان، حاسس بالنقص ما عنده، لانه ما عندوش بقى، مهما يعني اقول تاني وتالت، مهما كانت الام البديله
او زوجة الاب عندها ضمير وعندها اخلاق وربنا يكرمها ان شاء الله، لكن لا تعوض عن الام. بوجه رسالة تاني وتالت ورابع للاب المحترم، ربنا يكرمه ان شاء الله ويسمع كلامنا ويخلي الاولاد يا رب رؤية شرعية كل اسبوع يشوف امهم، لان التواصل مع الام هيوفر عليك حاجات كتير قوي. اطفالك بعض الاحيان هتجيلهم مشاكل نفسية في البيت عندك، عدم تركيز، تبول ارادي زي ما احنا قلنا من شويه، قضم اظافر، مص اصابع، الولد بعض الاحيان يبقى شرود في البيت عنده، شارد بيفكر في ماما. فانت بتعمل بتاذي اولادك ليه؟ انت هدفك ان اولادك يبقوا كويسين. يا سيدي في مشكله بينك وبين زوجتك، خلاص قضي الامر، حصل طلاق، كل في مكان، بس سيب اولادك لان انت ما تقدرش تمنع دول امهم. الحاجه الوحيده اللي لا يمكن انت ولا غيرك ولا انا ان نقول الولد ده دي مش امه، صعب جدا، دي خلاص ده في الازل دي امه. فانت عشان امه شرعيه وامه البيولوجيه وامه نفسيه تخلي الاولاد يشوفوا امهم، لكن انا بنصح حضرتك حاولي مره واثنين وثلاثه، ولو انت جبتي لي رقم تليفون انا عن نفسي عندي استعداد اكلمه بنفسي، ولو في مكان بعيد اروح له، لان دي حاجه لوجه الله حاجه خير، واتدخل في هذا الموضوع شخصيا. بس يا ريت حضرتك تجيبي لي رقم تليفونه وانا تحت امر حضرتك، لكن لازم الاولاد يكونوا بينك وبينه وربنا يخليك لهم ان شاء الله. برضو عايز اقول لحضرات تاني اهو ان الالعاب الالكترونيه دي، ان الالعاب الالكترونيه نخلي بالنا منها، ومفيش داعي ان احنا ايه يعني يعني نقول ايه الولد ده في المدرسه وخايف عليه الباص، لا يا حضرات بلاش من السلوك المستورد ده. اذا كان الراجل الاجنبي ده اللي اخترع الجهاز ده ما عندوش بقى وازع ديني، لكن عنده اخلاق، قال لنا الحقيقه شكلها ازاي. والراجل ده توفى عنده 54 سنه ولم يتزوج ومات بمرض السرطان، اللي هو اللي اخترع الموبايل ده الالماني ده، خشوا على النت واعرفوا المعلومات دي. الله، اذا كان الراجل اللي اخترع الكلام ده وقال لنا الحاجات الاخلاقيه الجميله قوي دي من هذا الرجل فاضل وقال نبه علينا، يبقى احنا كل حاجه يلا انت خلي بالك، اما تروح كي جي 1 هجيب لك موبايل، واما تروح كي جي 2 هغير لك الموبايل لك افضل. انت كده لا، انت بتؤذي طفلك بفلوسك باموالك. ولو حصل هدم، حصل اتلاف للخليه العصبيه بتاع طفلك لا يمكن تعويضها. الولد لو جاله ورم لا قدر الله لا يمكن علاجه، خلاص هيتعالج بس خلاص دخلنا في مشاكل. لكن نبدا يبقى عندنا عقل، عندنا وعي وادراك، الوقايه خير من العلاج. لازم عندنا ايه؟ بصيره. ربنا بيقول بين الانسان على نفسه بصيره. بصيرتي اشغل عقلي، لكن انا اجيب اذي طفلي بلعبه الكترونيه او اجيب له موبايل؟ لا. انا بقول رشد المشاهده بتاعت الاولاد على الكمبيوتر اللي في البيت سواء على النت او الفيسبوك او الشات ما ينفعش. خلاص؟ لكن انا بقول ايه؟ يا رب تسمعوا هذا الكلام، علشان هدفنا من هذا البرنامج ان احنا نوجه نصيحه والنصيحه مره ثانيه وثالثه ورابعه، علشان اولادنا واولادكم يكونوا في خير ان شاء الله. انا طبعا وقت البرنامج انتهى، كان بودي اتكلم معاكم كلام كتير جدا عن العاب الاطفال، لكن استثمروا الاجازه وما تقعدش ابنك في البيت، وديه اي مكان، وديه اي مكتبه، هاتوا اللي هو عاوزه وشاركوا النشاط، هيكون ابنك ان شاء الله كل السلبيات اللي عنده انت بتقضي عليها، لان اللاعب ده يا حضرات بعض الاحيان بنستخدمه علاج نفسي علشان نطهر الولد من بعض المشكلات النفسيه اللي عنده. في نهايه هذا اللقاء بشكركم جدا لحسن المشاهده والمتابعه، وبنشكر كل اخواتي العاملين في قناه الصحه والجمال وعلى راسهم الاخ المخرج المتميز الاستاذ احمد عبد الحميد، وادعو الله سبحانه وتعالى ان اكون وفقت فيما قدمت، فان كنت قد وفقت فهذا فضل المولى عز وجل علي، وان كنت قد قصرت لانني بشر والكمال لله وحده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. نلقاكم على خير في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المزارع ده مش ممكن يصلح لك عربيتك، والحداد ده مش ممكن يعالج أولادك، وكمان الدكتور ده مش ممكن يفتيلك في دينك. عشان كده عملنا خدمة الاستفسارات الدينية. اتصل الآن وهيرد عليك مجموعة من العلماء، وهيتم الإجابة على كل استفساراتك. اتصل على 17-56 واضغط رقم 3. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله العظيم. هناك أشياء يقف أمامها الطب وطرق العلاج التقليدية، فالرقية الشرعية حقيقة ثابتة من الكتاب والسنة، تعالج الكثير من حالات المس والسحر. اتصل على 17-64. من منا لا يتذكر حلما واحدا في حياته لا يكف عن ملاحقته ويأخذ مساحة من تفكيره؟ أسرار كثيرة نريد معرفتها. كيف نفهم أسرار لغة النوم؟ هل هي فراسة وإلهام أم هي خواطر؟ هل لها أثر في قلب مسارات الأشخاص؟ سنعرف الكثير من الأسرار مع معبرة الأحلام منة الله في برنامج أسرار الرؤى. أسرار الرؤى يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء 12 بعد منتصف الليل، والأربعاء 11 ظهرا. الرقية النافعة. من أراد أن ينفع أخاه فليفعل، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرقية النافعة دعاء ورجاء وإخلاص ونية. الرقية النافعة كلمات لها معاني لا تحتاج إلى ترجمة. الرقية النافعة من المس والحسد والسحر والعين، من توفيق الله ومنه وكرمه، ومن كتاب الله وسنة رسوله، ولا أزيد. الرقية النافعة يأتيكم الأربعاء 12:30 بعد منتصف الليل. لأننا دايماً عايزين أطفالنا في صحة أفضل، وسلامتهم أهم حاجة عندنا، هم مستقبلنا، لازم نحافظ عليهم. لو عايزة تعرفي طرق العناية بيهم وبصحتهم، لو عندك استشارة عن أمراض الأطفال وطرق الوقاية منها وكل ما يخص صحة أطفالك، اتصلي على خدمة أطفالنا وهيجاوب عليك الدكتور أحمد الوكيل. اتصلي على 17-56 واضغط رقم 7. تفسير الأحلام ده علم كبير، ولكل حلم دلالة ومعنى، وعشان ما بنبقاش عارفين تفسيرها لازم نسأل المتخصص فيها. لو عايز تعرف تفسير أحلامك اتصل على خط تفسير الأحلام 17-56. نتطرق إلى كل المواضيع الجراحية القديمة والحديثة، كل ما هو جديد في أساليب العلاج. هنتكلم عن أسباب المرض، تشخيص، هنتكلم عن طرق العلاج. وبرنامجنا دائما هتناول جراحة تقليدية وجراحة حديثة، وهي جراحة المناظير. الجراحة اليوم يأتيكم الأحد 3:15 ظهرا. للإعلان على قناة الصحة والجمال، الوكيل الحصري واو للإنتاج الإعلامي والتسويق. مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك قد قصدت يدي، من لي ألوذ به. قبل كل فعل وقبل كل قول أقيس الأفعال والأقوال على كلام الله. فإذا جعلت القرآن همك وقاك الله شر ما أهمك. إني ببابك قد بسطت يدي. إياك نعبد وإياك نستعين. عايز إيه؟ عايز أستعين بالله. روضة القرآن مع الدكتور جودة عواد، استشارة التغذية العلاجية. روضة القرآن يأتيكم يوميا
العاشرة صباحا والإعادة يوميا العاشرة مساء. برنامج يجيب عن كل الأسئلة اللي مش لاقي لها إجابة.